أهم قاعدة في الطبخ هي النظافة، وثاني أهم قاعدة هي التوازن بين الملح والبهارات. أبو خالد شكلها مالحة. هذا خليني أعلمك الدرس الثاني. مالحة. معقولة؟ أي والله. طيب هذا خليني أعلمك الدرس الثاني. عندك بطاطس؟ جود. عطنا بطاطس. من عيوني. ريت زين؟ أي جيدة. الدرس الثاني تقدر تقلل ملوحة أي طبخة بالبطاطس. ما شاء الله عليك. أفا عليك يا شيف. أنا قبل ما آخذ الفندق تدرجت في كل الوظائف، من أصغر وظيفة إلى أكبر وظيفة في عالم الفندق. حراكنا احترقت يا أخوك. مزودين على النار حنا؟ خطأ بسيط، أهم شيء إنك تعلمت الأساسيات تقدر تدبر نفسك.